الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب زكاة الغنم أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه فيه الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه فيه مقادير الزكاة. وأنا يقول باب زكاة الغنم، قال الزين بن المنير رحمه الله: حذف وصف الغنم للسائمة وهو ثابت في الخبر، يعني في عنوان الباب باب زكاة الغنم، لكن في داخل متن الحديث فيه هو في صدقة الغنم في سائمتها، فاللفظ السائمة هذا القيد مذكور داخل نص الحديث. والسائمة التي ترعى من الكلأ المباح، يعني من المراعي التي ليس لها مالك معين معظم الحول، يعني مرات أيضا يحصل أن الغنم ترعى من الكلأ المباح في بعض الحول ويجلب لها صاحبها يشتري لها علفا في بعض الحول، فالعبرة هنا بالأغلب، إذا كانت سائمة أغلب الحول تجب فيها الزكاة، إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها، لأن الزكاة اشترط فيها أن تكون الغنم سائمة. فهنا قال الزين بن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الخبر، إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده، وهي مسألة خلافية شهيرة. يعني هذه المسألة الغنم التي ليست سائمة التي يعرفها صاحبها بماله، هذه مسألة خلافية شهيرة، يعني وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء. فريق من الفقهاء، يعني هم جمهور الفقهاء، قالوا لا زكاة فيه، جمهور الفقهاء وأكثرهم قالوا لا زكاة في الغنم التي ليست سائمة، يعني الغنم التي ليست سائمة لا زكاة فيه. فهنا اعتبروا هذا القيد، يعني عندنا تعارض مطلق ومقيد، مرات بعض النصوص فيها وجوب الزكاة في الغنم من غير تقييد بقيد السوم أن تكون سائمة، وبعض الأحاديث يعني مثل هذا في قيدة الغنم التي تجب فيها الزكاة قيدت بقيد أن تكون سائمة. فهنا أكثر الفقهاء حملوا المطلق على المقيد، يعني النصوص التي فيها وجوب زكاة الغنم من غير قيد قالوا هذه تفسر بالنصوص التي فيها أن الزكاة إنما تجب في الغنم السائمة خاصة. فهنا لكن الفريق الآخر يعني أخذوا بالنص المطلق ولم يعتبروا هذا المفهوم، يعني هو مفهوم، هذا يعتبر يسمى مفهوم المخلفة، ونوعه من مفهوم صفة، مفهوم المخلفة اللي هو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. يعني ليس عندنا حديث مثلا يقول ليس في الغنم غير السائمة زكاة، مثلا ليس هناك حديث يقول هذا المعنى، لكنه مفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام يعني في الغنم السائمة أو في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة. يعني عندما يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغنم السائمة فيها زكاة ويسكت عن حكم الغنم غير السائمة، أو الغنم غير السائمة غير مذكور حكمها، فهنا مفهوم المخالفة ونوعه مفهوم المخالفة أنواع، هنا نوع مفهوم صفة، إن إحنا يعني أعطى حكما مقيدا بالصفة، فإذا زالت هذه الصفة فيعطى عكس الحكم، فنعطي المسكوت عنه عكس الحكم. فهنا يقول إما أن الإمام البخاري رحمه الله يعني لم يعتبر هذا المفهوم، لم يعتبر هذا المفهوم، يعني قال أن الغنم سواء سائمة ولا غير سائمة ليس معنى أن الغنم السائمة فيها زكاة أن غير السائمة لا زكاة فيها، يعني الذي لم يعتبر المفهوم يعني كأنه يقول السائمة فيها زكاة وغير السائمة فيها زكاة أيضا، لأن مرات يعني أيضا هذا الفريق من الفقهاء له وجهته وحجته، يعني يقولون مرات القيد يعني يذكر في الكتاب أو السنة يعني يسمى إيه قيدا أغلبيا أو صفة كاشفة، يعني غير مؤثرة في الحكم، يعني لا يتأثر الحكم
سواء الصفة هذه موجودة أو غير موجودة الحكم موجود. يعني زي مثلا تحريم الزواج ببنت الزوج، إذا سرت زوج امرأة وكان عندها بنت أنجبتها من زوج غيره، فهذه البنت تحرم على الزوج، صحيح؟ وهي من محارمه لا تحتجب منه، يعني كل الأحكام المترتبة على المحرمية، لا تحرم الخلوة بها، لا يلزمها الحجاب منه، ويحرم عليه الزواج بها، وكذا إلى آخره. فهنا مع أن النص الوارد في القرآن الكريم قال تعالى إيه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني من عقد على امرأة وطلقها بدون أن يدخل بها هذا يحل له الزواج ببنتها، لكن الذي دخل بامرأة يحرم عليه الزواج ببنتها. فهنا وربائبكم، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني التي تربت في حجرك، وقال الربيبة في حجر فلان، يعني تربت عنده، هو الذي ربانا وكان يعني حاضنا لها، فيعني عندما تزوج بأمها أحضرت البنت وتكفل بها. فهنا هذا القيد اللي هو في حجوركم، هنا يعني عامة الفقهاء، بل بعضهم حكاها إجماعا، لكن المسألة يعني فيها خلاف، بعض الصحابة يعني خالف هذا المسألة، لكن يعني شبه إجماعا عقد بعد ذلك على أنه سواء الربيبة كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر فهي محرمة، مع أن هذا القيد موجود هنا، قالوا هنا يعني اعتبروها صفة كاشفة أو قيدا أغلب، يعني الربيبة غالبا تكون في الحجر، أو أن هذه الصفة يعني للتنفير من الزواج بها، يعني كيف تتزوج بها وهي في حجرك، يعني ربيتها مثل ما تربي بنتك وكذا، لكن ليس المقصود أنها تؤثر في الحكم. مثلا قول الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب. فهنا ولا طائر يطير بجناحيه، ليس المعنى أن الطائر الذي يطير بجناحيه أمم أمثالنا، والذي لا يطير بجناحيه، أو أن في طائر يطير بجناحيه وفي شيء آخر، فليس القيد هنا يعني لغرض التفريق بين شيئين أو كذا، وإنما يعني مرات يأتي هذه سماها الصفة الكاشفة، اللي هي يعني تصوير المعنى يعني اللي يعظم استحضاره في القلب أو كذا، فيقول مثلا رأيت بعيني وسمعت بأذني وكذا، فكلمة بعيني وبأذني هي فهمت، قلت رأيت خلاص مش محتاج بعيني، أكيد بعيني، بس ليش أذكر بعيني؟ عشان استحضار الصورة، يعني لما يقول رأيت فتشعر إيه كأن يعني، فيقول بعيني أو كذا، يعني مزيد من يعني تكون فوائد بلاغية يعني أكثر منها، إن هذا الوصف يعني إذا حذف يختل الحكم أو يتأثر أو كذا إلى آخره. فهنا بعض الفقهاء يقول لك القيد هنا يعني اعتبار أن الغنم غالبا تكون سائمة أو كذا، ليس الغرض يعني أنها إذا كانت سائمة فيها الزكاة، وإذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها، وإنما السائمة فيها الزكاة، وغير السائمة فيها الزكاة أيضا للأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق الغنم يعني بدون قيد السوء. لا، الجمهور على اشتراط السوم، يعني إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها، هذا عدل. فهنا الإمام البخاري قال باب زكاة الغنم، وبعدين ذكر حديثا في تقييد زكاة الغنم بأن تكون سائمة. فهنا الشارح ينقل يعني عن ابن المنير رحمه الله، يقول إما أن البخاري لماذا لم يذكر في العنوان السائمة، قال إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم، إنه لا يرى يعني لا يرى التفريق بين السائمة وغيرها، فأطلق وقال باب زكاة الغنم، أو لتردده، أو إما أن الإمام البخاري رحمه الله يعني كان مترددا في هذه المسألة، يعني لقوة دليل كل فريق، وهي مسألة خلافية شهيرة. تفضل. بالنسبة للسائمة اللي هي فرعى من مكان مش مملوك، طب افرض شخص معين عنده الغنم فرع في أرضه في ملكه، دي لا تعتبر سائمة؟ إذا كان يعني لا يشتري لها أرض، إذا ما هو إذا كان
يعني معنى السائمة اللي ترعى من الكلاء المباح، يعني الذي ليس مملوكا لمالك معين. أما إذا كان يعني هو يزرع الأرض من أجل أن ترعى منها الغنم أو كذا، فإذا لا زكاة عليه. طب بحسب في يعني هل في زماننا هذا ما هو الاغلب او كذا، يختلف الامر من بلد الى بلد. يعني ما زال كثير من البلاد رعاة الغنم فيها يعني في صحاري واراضي، يعني حدود القرى مثلا محصوره واراضي الفضاء حولها كثيره، لا تزال يعني توجد غنم سائمه في كثير من البلاد. يقول: والراجح في مفهوم الصفه انها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت، وإلا فلا. ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا والله أعلم. يعني الشارح ابن حجر رحمه الله يرى يعني أن الغنم غير السائمة التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها. يقول ان الصفه هنا مناسبه للحكم، يقول السائمه يعني كانها ايه عله يمكن ان يتعلق بها الحكم، فيها نوع من المناسبه للتفريق بين ما فيه مشقه وما ليس فيه مشقه، فوجبت الزكاه حيث انتفت الايه المشقه او خفت او كذا، ولم تجب حيث ايه عظمت المشقه وازدادت التكلفه. بعدين ساق يعني الاسناد يعني الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس يقول: هو عم الراوي عنه، يعني اللي يروي عنه اللي هو عبد الله بن المسنى يروي عن عمه ثمامة، يعني كأن رجال السند هنا كلهم أقارب يعني من أوله إلى آخره، يعني محمد بن عبد الله بن المسنى يروي عن أبيه اللي هو عبد الله بن المسنى، وابن عبد الله بن مسنى يروي عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس، ثمامة بن عبد الله بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني هما الإسناد كله من آل أنس رضي الله عنه. قال: وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك رضي الله عنه. يعني الحديث المسلسل اللي هو يعني فيه صفة تكررت في مسلسل بقول او بفعل او بالصفه، فهذا مسلسل بصفه، يعني صفه معينه موجوده في كل راو من رواه الحديث او رجال الاسناد، فهنا الصفه التي تكررت فيهم انهم كلهم من ال انس بن مالك وكلهم بصريون، فهو مسلسل بالبصريين من ال انس بن مالك رضي الله عنه، كل رجال السند تنطبق عليهم هذه الصفه. وبعدين ذكر هنا يعني أن حماد بن سلمة رواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس رضي الله عنهم، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس خاتما من فضة في خنصر اليسرى، خنصر الأصبع الصغير من يده اليسرى منقوش فيه محمد رسول الله، في ثلاثة أسطر، يعني محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وكلمة محمد في الأسفل يعني، وفوقها رسول وفوقها لفظ الجلالة يعني مكتوب، بحيث إذا ختم به فتجد يعني مكتوب محمد رسول الله من أسفل إلى فوق. كان هذا نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يكتب كتبا إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، ويكتب إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وغيرهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون إلا يعني كتابا مختوما، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة، فكان هذا الخاتم لغرضين، يعني في غرض يعني الزينة وغرض الحاجة يعني لختم الكتب به، يعني هو نفس الخاتم الذي يلبس في الأصبع هو
هو ايضا يستعمل في ختم الكتب. بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام كان هذا الخاتم بيد الصديق رضي الله عنه، ثم بعد وفاته كان مع عمر رضي الله عنه، ثم بعدها كان مع عثمان رضي الله عنه، ثم سقط من عثمان رضي الله عنه في بئر يقال لها بئر أريس. كان عثمان رضي الله عنه جالسا على البئر وسقط الخاتم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البئر، بئر في المدينة يقال له بئر أريس، سقط في الخاتم من عثمان رضي الله عنه. كان هذا الموضوع من ضمن الموضوعات التي نقم الخوارج يعني جعلوها يعني ينقمون بها على عثمان رضي الله عنه، هذا الشيء يعني قدر الله تعالى يعني بس قالوا يعني أضاع خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط يعني رضي الله عنه وأرضاه يعني. نعم. ينقم كلمة سبحان الله. أنا بحث عن أصلاً بحث في حضور ناس تقيس العميقة. في هذه الأيام يقع لهذا يعني مسألة لبس الخاتم يعني الفقهاء اختلفوا يعني هل خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان للزينة أو للحاجة، فاللي قال للزينة قال معناها إيه؟ أنه ولو لم يحتج إليه يعني حتى لو خاتم لغرض التزين يكون مستحبا ومندوبا يعني. بعض الفقهاء يرى استحباب الخاتم عموما سواء احتاج إليه أو لم يحتج يعني لغرض الزينة. والفريق الآخر من الفقهاء قال يعني السنة إيه؟ لبس الخاتم إن احتاج إليه وإن لم يحتاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه إلا عندما احتاج إليه. أو هذا رأيه لا حرج يعني إن شاء الله، لكن طبعا في كل الأحوال هو مباح في كل حال، بس هل يعني هل هو يعني باب السنة التي يقدر عليها؟ تفضل. هناك حديث تخذ خاتما ولو من حديد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي أراد أن يتزوج امرأة قال أنكحنيها يا رسول الله، هي المرأة التي كانت جاءت يعني وعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، ف يعني فصعد النظر فيها وصعد ثم أطرق برأسه إلى الأرض عليه الصلاة والسلام، فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرها ولو بخاتم من حديد. قال لا أجد، لو قال اصدقها يعني شيئا أو كذا، قال لا أجد شيئا، قال ولو خاتما من حديد، قال لا أجد ولا خاتما من حديد، ليس عندي إلا إزاري هذا قد هو عليه إزار ولا رداء عليه وكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. فهنا قال يعني التمس ولو خاتما من حديد أو اصدقها ولو خاتما من حديد. يعني يقصد كان هذا كان في الصداق للمرأة. نعم. كان في الصداق. وهناك خلاف في الحقيقة في موضوع كراهة لبس الحديد، أو كبعض الفقهاء يعني يكره لبس حلية من الحديد، يقول حلية أهل النار والعياذ بالله، يعني ورد في حديث أهل النار والعياذ بالله يعني يقيدون بالسلاسل يعني من الحديد وكذا، فقالوا هي حلية أهل النار وكذا. لكن الرأي الآخر أخذوا بهذا الحديث يعني قال التمس ولو خاتما من حديد، قال فدل هذا على جواز لبس الحديد. تحدي طيب. هنا بالنسبة لهذا الكتاب ف يعني يقول لم يتفرد به اللي هو عبد الله بن المثنى، ولكن أيضا حماد بن سلمة أخبر أنه رأى هذا الكتاب عند ثمامة، أعطاه كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس رضي الله عنه، يعني كان يحتفظ به ثمامة الكتاب من جده يعني. وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا، يعني حين بعث أبو بكر أنسا مصدقا إلى البحرين يجمع الزكوات والصدقات من البحرين.
فذكر الحديث إلى آخره. فهنا يقول في آخر هذا الكلام يقول: فوضح أن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب، فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة، وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن مسنى لم يتابع عليه. يعني يقول بعض أئمة الحديث يتكلموا في هذا الحديث قالوا هذا كتاب، فالحافظ رد على هذا وقال ثبت يعني أنه أقرأه الكتاب وأراه إياه، وقالوا إنه انفرد به عبد الله بن مسنى، قال لم ينفرد به، رواه أيضا حماد بن مسنى. بالنسبة لكلمة زعم أن أبا بكر، كلمة زعم تأتي في لغة كثير من العرب، زعم بمعنى قال، يعني من غير تشكيك في صحة هذا الكلام أو كذا. يعني بعض قبائل العرب يعني يستعملون زعم فيما يعني تشك في صحته، فالزعم عندهم يقول زعم فلان كذا، يعني قال كلاما يشك في صحته أو يرتاب فيه أو. لكن في لغة كثير من العرب زعم بمعنى قال، حتى لو كنت متيقنا من صحة هذا الكلام. فهذا كثير يعني ورد كثيرا في النصوص بهذا المعنى، يعني زعم بمعنى قال مع الجزم بصحة هذا الكلام. ومنه إيه؟ حديث الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أتانا، قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فوالذي بعثك بالحق الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليل، فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله فرض علينا صدقة، إلى آخره. فهنا الشاهد يعني زعم رسولك أنك تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الكلام. وقالوا هذه كانت لغة سيبويه، يعني الإمام سيبويه إمام النحو، كان في كتابه يعني دائما عندما يحتج يعني ينقل كلام الشيخ الخليل بن أحمد يقول: وزعم الخليل أن العرب تقول كذا وكذا، وفي سياق تعديد يعني لما يقول، يعني يذكر الشواهد على صحة هذا الكلام وصدقه وكذا، فيستعمل زعم الخليل بمعنى قال كلاما صحيحا هو يعني موقن به ومتبع له فيه وكذا. فبهذا المعنى يعني زعم أن أبا بكر كتب، يعني ليس تشكيكا في هذا الكلام. قوله: إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، أي عاملا عليها، وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر، قاعدة البلد يعني عاصمتها، يعني قاعدتها هجر، فيقول هجر هي قاعدة البحرين، يعني عاصمة البحرين أو أكبر مدنها، يعني أكبر مدنها ومكان يعني أميرها أو سلطانها وكذا. فهجر اللي هي حاليا منطقة الأحساء في السعودية حسب التقسيمات الجغرافية الحالية، منطقة الأحساء في السعودية هي التي يقال لها هي التي كان اسمها القديم هجر. فيقول هجر هي عاصمة البحرين. فهذا المعنى يتكرر في الأحاديث كثيرا عندما يأتي ذكر البحرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا البحرين يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطلق على كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية، ما بين العراق إلى عمان، ما بين العراق إلى عمان، كل الساحل الشرقي هذا الجزيرة العربية من بعد العراق لغاية عمان، كل الساحل الشرقي هذا كان يقال له البحرين، وعاصمته هجر اللي هي منطقة الأحساء في السعودية، هي قاعدة البحرين. فدولة البحرين الحالية اللي هي الجزيرة الصغيرة هذه، يعني هي جزء من البحرين اللي هي الكبرى، يعني كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. التقسيمات الجغرافية المعاصرة، الحدود التي يعني وضعها الاستعمار بين البلاد الإسلامية وكذا، ليست هي الحدود أو التي كانت متعارفا عليها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بعضها يعني مثلا يعني
سيناء كانت تعد من الشام، يعني جزء من الشام، يعني الآن دخل حدود مصر تمام التقسيمات المعاصرة، لكن سابقا كانت جزءا من الشام، وكانت الشام أيضا تشمل لغاية تيماء، يعني تيماء حوالي يمكن حوالي 200 أكثر من 200 كيلومترا في شمال السعودية، هذا كله كان جزءا من الشام، يعني حدود المملكة العربية السعودية حاليا تشتمل على جزء من الشام حسب ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تشتمل على جزء من اليمن أيضا، الحدود يعني المعاصرة فيها بعض الاختلاف عن ما كانت عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر، وهكذا ينطق به بلفظ التثنية البحرين، يعني اسمها هكذا مسمى، والنسبة إليه بحراني بحراني. الآن كأن في العرف المعاصر يعني أهل البحرين فيهم سنة وفيهم شيعة رافضة وكذا، فكأن أهل السنة يقولون بحرين بالياء والرافضة يقولون بحراني، بس وكأن النسبة قديما كانت بحراني كانت تشمل كل سكان البحرين، بس الآن يعني صار هناك تفريق عرفي. تعرفون من أمير البحرين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين؟ عمرو بن العاص. علاء بن الحضرمي رضي الله عنه. أحد الكرامات صح الشيخ؟ نعم. عبر البحر يعني. كان له كرامة رضي الله عنه. الذي عبر البحر، عبر الخليج يعني بخيله لم تبتل سرجه، مشى على الماء. وهذه الكرامة يعني شهد بها عدد من الصحابة يعني الذين كانوا معه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه قال رأيته يعني سقط حتى سقط منه شيء يعني هو سائرا، ف يعني جعلهم ينتظرون ورجع أخذ سقطت منه مخلاء أو شيء زي كده، وهم ماشيين على الماء بالخيل يعني فوقفهم ورجع بالفرس على الماء جبهة ورجع لهم مرة أخرى. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه له هناك العظيم. قال قوله بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الكتاب، قال الماوردي يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب، وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط، يعني الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس في فريضة الصدقة، فافتتح الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم. ويلاحظ أنه في كتب المصطفى عليه الصلاة والسلام التي كان يبعثها إلى الملوك فكان يفتتحها بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، فكانت هذه طريقته عليه الصلاة والسلام يفتتح الكتاب بالبسملة، لذلك استحب العلماء افتتاح الكتب بالبسملة اقتداء أولا بالكتاب العزيز بالقرآن الكريم، حيث افتتح الله تعالى كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وبكتب الأنبياء يعني لما ذكر الله تعالى كتاب سليمان الذي كتبه إلى إبليس قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، افتتح كتابه بالبسملة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح كتبه بالبسملة. فيستحب ابتداء الكتب حتى في الرسائل يعني من تبعث إيميل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من المستحب. قالوا على أن الابتداء بالحمد ليس بشرط، ليس شرطا ذكر الحمد في الكتب، لكن يعني أيضا يعني يقول هو ليس بشرط، لكن لو ذكر لكان أحسن أيضا اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث إيه الافتتاح في كتاب الله تعالى بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، جمع بين البسملة والحمد. وأما الخطب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد، يعني كان يفتتح الخطبة بقوله إن الحمد لله بلا بسملة، فالخطبة مستحب فيها تقديم الحمد يعني.
وأما الكتب فيستحب فيها الابتداء بالبسملة، وإن أعقبها بالحمد فهو أفضل، لكنه ليس بشرط. خطبة ليست مقيدة هنا بخطبة الجمعة. خطبة الجمعة أو أي خطبة، سواء خطبة الجمعة أو محاضرة فيها أو كذا، يستحب افتتاحها بالحمد. طبعا الحمد في خطبة الجمعة عند كثير من الفقهاء وركن من أركانها، الحمد لله. لكن في غير خطبة الجمعة يكون من المستحب. في الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، يعني الوقت جرى منا، ونجعله إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نكمل شرح الحديث. هذا، صلى الله وسلم على